نروح هنروح للفقرة اللي بعد كده. دلوقتي لفقرتنا طبعا اللي بنتعرف بيها برضه ونشوف التوقعات بمناسبة يعني الجو اللي احنا فيه. انا حاسس بأجواء بدأت تستقر يعني الحمد لله، الى الجو حد لطيف كبير يعني. النهارده شويه. فهنشوف في فترة طقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت التقرير طبعا بتاعها ودرجات الحرارة اللي بنتابعها مع حضراتكم كل يوم. خلينا نشوف درجات الحرارة على الشاشة ونرجع لكم مرة تانية. بعد ما شفنا درجات الحرارة على المحافظات والمدن نروح للتفاصيل أكتر مع دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيكي ويومك سعيد يا دكتورة. أهلا بيك أستاذ أحمد، وأهلا أستاذ علا وكل السادة المشاهدين، ويوم سعيد يا رب على الجميع. يوم سعيد عليك يا رب. التفاصيل يا فندم مع حضرتك بالنسبة لحالة الطقس. احنا طبعا هنبدأ نشعر بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. يمكن بدأنا من أمس، وأول أمس قيم درجات الحرارة تكون فيها ارتفاعات طفيفة، لكن طبعا خلال هذه الأيام كمان هيكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، فده أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة لدرجتين. وخلال كمان الأيام اللي جاية نحن إن شاء الله مع الأربع والخميس هنلاقي العظمى على القاهرة الكبرى بترتفع وبتوصل 22 و23 أعلى درجة من مئوية. المعدل الطبيعي زيها في السنين الماضية يعني حضرتك تقصدي ولا؟ اعلى من المعدل الطبيعي في الوقت ده، يعني احنا المفروض المعدلات الطبيعيه لشهر فبراير ما بين 19 18 درجه مئويه في الوقت ده في بدايه شهر فبراير، المعدلات السنويه او المناخيه اللي احنا معتادين عليها، فاحنا كده اعلى من المعدلات الطبيعيه. ده بسبب ان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، فبتكون مرتفعه في قيم درجتها حرارتها خلال فتره النهار. كمان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي بيؤدي لارتفاعات في قيم درجات الحراره. هلاقي اشعه الشمس موجوده على مدار اليوم غير الايام اللي كان بيبقى فيها غطاء سحابي او بها فيها سحب كثيفه بتحجب اشعه الشمس، فبالتالي كمان هنلاقي وجود اشعه الشمس هتحسسنا بالدفء الكبير فتره النهار، وده موجود في معظم محافظات الجمهوريه. هنلاقي كمان المناطق الجنوبيه قيم درجات حرارتها بترتفع ل 27 و28 درجه مئويه، ده في الاقصر واسوان فتره النهار، فبالتالي استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير. لكن فترات الليل بيكون العكس تماما، فترات الليل الكتل الهوائيه الصحراويه بتبرد بشكل كبير فتره الليل، هتظل اجواء فتره الليل اجواء شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه في ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. ما زال الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء، محافظة الوادي الجديد أو شمال الصعيد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة فترة الليل لأقل من 5 درجات. والنوع كمان إن المدن الجديدة الأماكن المفتوحة هلها بتحس بالبرودة أكتر كمان من المناطق الداخلية، يعني إحنا لو بنسجل على القاهرة الكبرى 11 درجة مئوية صغرى فترة الليل هنلاقيها في المدن الجديدة 8 و9 درجات. فالمدن الجديدة كمان قيم درجات حرارتها بتبقى أقل فترة الليل. وطبعا قلنا استقرار في الاحوال الجويه، تبقى الظاهره الجويه اللي بتاثر معانا دايما هي الشبوره المائيه، هنلاقي عوده لظهور الشبوره المائيه فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. لكن كثافتها معقوله يا دكتور؟ ما فيش اي اغلاق، ما فيش اي مشاكل بسبب الشبوره؟ هي ممكن تكون كثيفه احيانا في بعض الاماكن او بعض الايام، لكن مش هتاثر على حركه المرور، يعني مش شبوره مائيه ضبابيه هتؤدي لانعدام رؤيه افقيه او تاثر على حركه المرور. الحمد لله الى الان شبوره مائيه ممكن تكون كثيفه احيانا، انخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، وهتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 8 9 صباحا بتتلاشى تماما، والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق.
حتى كمان فرص امطار اليوم حلاها فرص امطار خفيفه في بعض الاماكن من السواحل الشماليه الشرقيه، باقي مناطق الجمهوريه ما فيهاش اي فرص لسقوط الامطار، والامطار اللي موجوده معانا كمان في السواحل الشماليه الشرقيه امطار خفيفه مش متاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. هنلاقي كمان اعتدال في سرعات الرياح في معظم الاماكن، حتى الاماكن اللي بيكون فيها نشاط نسبي للرياح هي المناطق من السواحل الشماليه الغربيه جنوب البلاد، هيخلينا نحس في الاماكن اللي فيها نشاط رياح ببعض البروده. لكن القاهره هل متوقع سقوط امطار يا فندم؟ لان الايام اللي فاتت كان في على السواحل الشماليه الغربيه بشكل ما بين متوسط الى يعني شديد. هو طبعا حتى الامس كان في امطار على السواحل الشماليه الغربيه وكانت متفاوته الشده، الاسبوع الماضي كانت امطار غزيره، لكن السواحل الشماليه الغربيه اللي هي مطروح والاسكندريه فرص الامطار قلت عليها تماما، يمكن اليوم تلاشت تماما ما فيش اي فرص لسقوط الامطار، والايام اللي جايه كمان يمكن لحد الاسبوع اللي جاي فرص الامطار مش موجوده في معظم محافظات الجمهوريه، وان وجدت كمان هنلاقيها فرص امطار خفيفه جدا مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ممتاز. طب بالنسبه لحركه الملاحه؟ طبعا هو حركه الملاحه البحريه اعتدلت بشكل كبير خاصه على البحر المتوسط، سرعات الرياح قلت فده ادى لاعتدال حركه الملاحه البحريه، ارتفاع امواج ما بين 1.5 ل 2 متر، البحرين الاحمر والمتوسط مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. هنخلي بالنا بس المواطنين من عدم الانخداع لاشعه الشمس، يعني بلاش لو احنا لقينا دفء فتره النهار خاصه واحنا بنتحرك تحت اشعه الشمس نغير نوعيه الملابس، لان فور غياب اشعه الشمس بنلاقي البروده خاصه كمان بروده شديده في فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. طب التفاوت ده دايما مساله ان انا البس تقيل والبس بعد كده يعني خفيف، ده بيخلي الناس يجي لها نزلات برد يا دكتور، يعني ازاي يكون التصرف؟ هو طبعا يعني احنا لو غيرنا نوعيه الملابس وغيرنا درجه حراره الجسم بين فتره النهار وفتره الليل هنلاقي نزلات برد كتير. عشان كده احنا بناكد احنا في ذروه فصل الشتاء، احنا في شهر فبراير يعتبر ايضا من ذروه فصل الشتاء، انخفاضات في قيم درجات الحراره، فبتبقى ملابس شتويه على مدار اليوم كله، ولو انا بخرج فترات الليل متاخر او فترات الصباح الباكت تبقى ملابس شتويه ثقيله، لا تبقى معانا جواكت واحنا خارجين، لان احنا دايما نتعود ان احنا فترات الليل فيها بروده جديده، بلاش نخفف الملابس ونيجي نتفاجئ بالبروده فترات الليل او فترات الصباح الباكر. نشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. طقس شتوي يعني لطيف النهارده، بس برضو يعني ناخد حذرنا لان احنا في ذروه فصل الشتاء زي ما دكتوره منار نوهت.